السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning grade 3. Today we will have unit 10 exercise 1. هناخد النهاردة unit 10 exercise 1، الاكسرسايز اللي موجود معانا في كراسة الدي اي سي. هنبدأ بلسن اند فيل ان ذا جابس. Hey that's mine. الجزء اللي قدامنا ده هو الليسننج، احنا بنسمع ونكتب كلمة من عندنا. هنلاقي عندنا في الكراسة بتاعتنا النقط موجودة، احنا بنزود عليها الكلمات اللي احنا هنسمعها دلوقتي وهنشوفها قدامنا. احنا طبعا احنا فاكرين المحادثه اللي كانت في الكلاس، كانوا في الكلينيك، سوري، كانوا الولد والبنت كانوا فايتنج، كانوا بيتخانقوا، كان في امبريلا في ايديهم، شمسيه في ايديهم، ده يقول اتس ماين، ده اتس ماين، لحد ما البنت اكتشفت انها مش بتاعتها فقالت سوري ورد على سوري، احنا عرفنا ذاتس اوكي. نسمع بقى listen to the conversation، نسمع المحادثه بتاعتنا ونكمل الكلمات الناقصه عندنا. هي ذاتس ماين، يبقى احنا هنحط كلمه ماين. نو ات ازنت. ليلى بقى اوبس sorry، نكتب كلمة sorry. that's okay، يبقى احنا بنرد على sorry that's a okay. question number two اللي هو read and match. عندنا عمودين two columns a and b، احنا هنعمل match ما بين a مع b، نشوف ايه جملة النص التاني بتاعها او التكملة بتاعتها فين. طبعا احنا شايفين عندنا five sentences، قدامهم six choices، عندنا خمس جمل وقدامهم ست اختيارات، يعني في جمله بتبقى زياده. اول حاجه do you، عرفنا ان do دي بنسال، يبقى بندور على question mark، يبقى هنبص هنا في النص الثاني الحاجه اللي عندها question mark هي اللي هنختارها، يبقى do you. في هنا كام حاجه، do you need water، طبعا هي تمشي صح كده مظبوطه، يبقى do you need water، يبقى 1 هنعمل ماتش مع e. اتس ده حته من المحادثه، جزء من المحادثه، بنقول اتس a اتس ماين، يعني الشيء ده ملكي انا. نمبر 3 I live، هنوصلها بدي، I live فين يا ولد، أنا بعيش فين، in Cairo. The boy ده singular now، اسم مفرد بياخد is، يبقى the boy is eating ice cream. بعد كده number 5 she doesn't eat negative، هنقول she doesn't have a rash، وعرفنا طبعا إن لما بنقول في الطبيعي she بتاخد has، بس لما نيجي ننفيها بنقول doesn't have، يبقى negative بتاع has doesn't have، she doesn't have أراش، يعني هي ما عندهاش حساسية أو طفح جلدي اللي هي الهرش يعني يا أولاد. ننتقل لـ question number 3، السؤال رقم 3 اللي هو بيبقى choices، choose، في عندنا 3 choices وإحنا بنختار منهم إجابة. إحنا هنمشي معايا سؤال سؤال ونتعلم عليه في الكراسة بتاعتنا، في النوت بوك بتاعتنا. Number 1 my sister دي singular noun have a fever، مع have هنقول هنا ومع my sister عشان هي single هنختار لها doesn't. he طبعا عارفين ان he بتاخد has، هنقول he has a rash underline has. number 3 I have a cough، انا عندي كف كحة، I need tissue، طبعا مش يعني في الظروف اللي احنا فيها طبعا I need tissue على طول، محتاج هو tissue اللي هو المناديل ورق. seal is my favorite، السيل ده هو ده نوع من انواع الحيوانات البحرية، seal is my favorite، فطبعا نختار لها animal، طبعا ما ينفعش لا book ولا food، يبقى seal is my favorite animal. She doesn't بنجيب بعد doesn't الانفينيتيف بتاعنا المصدر بتاع الفعل، مش هنقول has، هنقول ايه يا ولاد، have، يبقى she doesn't have a present. we are late، فاكرين الكونفرسيشن بتاعتنا we are late please hurry، احنا حافظينها على بعضها كده we are late please hurry. I fly my a in the sky، اللي بنطير ايه في السماء، طبعا I fly my kite. he has a، هنختار ايه، he is sick، سيكي يبقى هو عنده نوع من انواع الامراض، يبقى هي هاز ا كولد اللي هو برد عموما. وات ار بتيجي مع البلورال، طبعا مش هينفع معاها لا ذيس ولا ذات، هنختار لها ذيس. ا ريد فلاور دي سنجلر، هي ورده واحده بس، يبقى هنختار لها ذيس، لا طبعا ولا ذوس، لان دول بيجوا مع البلورال مع الجمع، فهنختار لها ذاتس، يبقى ذاتس ا ريد فلاور. نتنقل للسؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بقى ان سكرامبل، بيجيب لنا الصوره بيكتشر، كل بيكتشر تحتيها مجموعه حروف متلخبطه واحنا بنرتبها تاني زي ما هي موجوده عندنا في النوت بوك بتاعتنا في الكراسه بتاعتنا. هتبقى وورد نمبر 1 هتبقى ليف، نرتب حروفها كويس، نبص ان الحروف كويس. تنت اللي هي الخيمه، بعد كده ليد اللي هي اشارات المرور او اضاءات المرور، اخر حاجه سيت اللي هو المقعد الكبير او الكنبه الكبيره اسمها سيت. السؤال اللي بعد كده اخر سؤال معايا، look and write a sentence under each picture، هنبص للصوره ونكتب تحت كل صوره sentence جمله. he has sore throat، هي ولد ماسك زوره، فطبعا هو عنده ايه، عنده احتقان في الزور، he has sore throat. ممكن
نقول ايه تاني يا اولاد؟ ممكن احنا شايفين الصوره فيها ولد، نقول هي از ا بوي، طبعا ماسك ظروفه تعبان، هنقول هي از سيك. ممكن هي از درينكينج ووتر، بيشرب ميه، او هي از درينكينج مي بي تي، حاجه سخنه بتطلع دخانه، يبقى هي از ا بوي، هي از سيك، هي هاز سور ثروت. دي كلها جمل ممكن نكتبها. نيجي بعد كده بيكتشر نمبر 2، الصوره الثانيه اللي قدامنا، اتس ان انت، صوره نمله، نقول يا اما نقول ذيس از ان انت او اتس ان انت. الصوره نمبر 3، بيكتشر نمبر 3، فيها صوره اللي هو العقد المصنوع من اللولي او السبحه اللي مصنوعه من الخرز يا اولاد، بنقول عليها بيد، يبقى اتس ا بيد. خلاص. بعد كده نوع من انواع الاكل، اي كايند اوف فود، اي صوره للاكل عموما، هتقول اي لايك ميت، بما ان هي انا ميت، اي هاف ميت، اتس ميت. دي كلها، كل الجمله دي تنفع يا اولاد. نخش على الصوره اللي بعد كده، دي صوره ويب اللي هي شبكه العنكبوت، اسمها ويب، هنقول اتس ا ويب او ذيس از ا ويب. بس I can see a spider، ممكن I can see a web، برضو تمشي عادي جدا يا ولاد، يبقى مع حاجة مفردة حاجة واحدة بس singular، ممكن أقول I can see أو it's أو this is. خلاص. نيجي لآخر حاجة برضو، ولد هنا تعبان وحاطط بقه ترمومتر، هنقول إما he has fever، ممكن برضو نقول he is sick، ممكن نقول برضو يا ولاد إن he is a boy. يبقى إحنا عندنا الصورة دي ممكن نقولها ثلاث حاجات، لما نقول he has fever زي ما إحنا كاتبين هنا، ممكن نقول he is a boy برضو هتبقى مظبوطة، هنقول he is sick وبرضه هتبقى مظبوطه. خلاص. يبقى ده الاكسرسايز بتاع يونت 10. اتس جود باي، ذس از مس عبد الحجاج، ثانك يو فور لسننج.